السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة سنة ثانية علم الأدوية فارماكولوجي، الدكتور مفتاح الشريف يحدثكم من جامعة التحدي، على أمل أن تكونوا إن شاء الله كلكم معافين وسالمين. نبدأ المحاضرة وعلى بركة الله، والمحاضرة الثامنة والأخيرة في منهج لما بعد النصفي اللي هي تتكلم عليه الكلينيكال فارماكولوجي. The clinical pharmacology discusses some common disease and their management by prescription some common drugs. يعني بعض الأدوية تتعرف عليها وفي شين تستخدم بصفة عامة. يعني أول دواء أو أول drugs ممكن تعرف عليه اللي هو السلبيوتامول اللي هو الفنتولين. يعتبر هداي أول ما تسمع كلمة فنتولين أو سلبيوتامول معناها شين يشتغل عليه الأزمة، يعني شخص عنده أزمتك. عند استخدامات ثانية، ولكن 90% من استخداماته هو يستخدم في عملية شني الأزمة. نقرأ عليه بعض الملاحظات. يشتغل عليه البيتا 2 أجونست، يعتبر برونكيو دايليتر، يوسع الشعب الهوائية، يوزد في تريتمنت اوف ذا أزمة، كذلك يستخدم في الدراي كف وفي الكرونيك برونكايتس وصم الرجيك كونديشن، شخص مثلا عنده حساسية ضد حاجة معينة، showing wheezing chest، أو في بعض الحالات اللي يسمعوا فيها شني wheezing chest. شو معناها كلمة wheezing chest؟ يعني صدر هذا لما تسمع، ومرات حتى من غير ما يستحق شيء ستسكوب ممكن تسمع زي التصفير في الصدر، يوصل يدن يتحول الى الدكتور الاخصائي في الريسبيراتوري ويوصف له السلبيوتامول او الفنتولين. موضوع ثاني، حاجه بما يعرف بالانتي هيستامين اللي هو الدايفينايل هيدرامين، هذا يعتبر انتي هيستامينك، ار يوزد تو ريليف اور بريفنت سيمتومز اوف ذا كف، كذلك في الانفلاماتوري وفي الالرجي. يعني هذه استخداماتها واسعه الانتي هيستامينك، ويعتبر من drug of emergency. يعني شخص مثلا لسعة، مثلا نحلة، خدية مثلا material ودارت له حساسية، يعطوا شنو؟ يعطوا في الحاجة اسمها anti-histaminic drugs. هذه تمنع قلنا أعراض، سواء كان تشتغل على الكف ولا أي inflammation بصفة عامة في الجسم ولا أي حساسية. من الأدوية المهمة هذه، they work by prevent the effect of the histamine. طبعا حتى هذه مادة الهستامين لما تطلع من الماست سيلز وتدير شني عملية ألرجي، تدير أنتيجينك، يعتبر أنتيجين هو، وتدير شني تدير مشاكل في الجسم. الأنتي هستامين يمنع تكون الهستامين أصلا، وبالتالي ما تحدثناش الألرجي ولا يحدث الكف ولا يحدث الإنفلاميشن. الهستامين كان كوز اتشينج، ممكن هو شوفوا الاضرار بتاع الهستامين، ممكن يدير سنيزنج، يدير رانينج نوز، يدير ووتري ايز، هذه كلها ممكن سببها الهستامين. السايد افكت بتاع الانتي هيستامينك دراجز ممكن يدير سليبنس، حتى هي ممكن تؤدي الى النوم. يعني شخص ياخذ الانتي هيستامين تقول له لا انا تو وصف له انتي هيستامين، ارجوك ما تسوقش، او ارجوك ما تمشيش تدير واحده من نشاطات الحياه يعني اللي تستحق ان الشخص يكون فايق. اند ريديوس الكوردينيشن، تنقص حتى شني التركيز. رياكشن سبيد اند جادجمنت، دونت درايف اور يوز ماشينري after taking this antihistamine. معناها ما تحطهاش قدام مثلا جهاز بيشتغل عليه، ولا تقول له برا سوق، ولا هو مثلا سواق مثلا يوصل في اشياء واخذ الانتيهستامين وسوق، حيدير حادث ويؤدي الى مشاكل، ممكن تؤدي الى دراي ماوت. يقول يا دكتور والله انا خديتها وحسيت في جفاف زعما عندي السكر. لا لا، لما تاخذ من الهيستوري، هذا نقول احنا الهيستوري ثم الهيستوري ثم الهيستوري، تاخذ في الدواء يقول لي والله انا مثلا ناخذ في الدواء ما نعرفهاش، ترى شوف دكتور تلقاه مثلا دايفينايل هيدرامين، اذا هذا يعتبر انتي هيستامينك، اذا الكومبليكيشن اللي قدامي هدية عاديه، هذه دراي ماوت بما يعرف بالزيرو ستوميا. النوع الثالث هو البريدنسالون، يعتبر كورتيكوستيرويد، act as steroid hormone. شنو استخداماته؟
prednisolone used to treat wide range of healthy problems. زي شيني تقول تتساءل يستخدم في حالات الألرجي، في حالات الأزمة، في حالات blood disorder, skin disease, inflammation وتمنع organ rejection after transplantation. يعني شخص مثلا مشي زراعة كبدة، زراعة كلى، يقولك والله حطوني على prednisolone، قال لي بتاخذ الدكتور مثلا لمدة 6 شهور، لمدة سنة، علاش؟ يمنع الريجكشن، يمنع الهستامين، يمنع الالرجيك، يمنع الازمه، يمنع عده استخدامات. السايد افكت نتاع نوزيا، هارت بيرنينج، تلقى يقولك عندي حرقان، هيديك، ديزنس، ترابل سليبنج، اكني مي اوكير. هذه ممكن المشاكل البريدنسولون. If any of this effect persist or worst, the drug should be stopped. طبعا لو المضاعفات هذه زادت لازم تنصح المريض ان هو stop. رابع شيء، الشيء الثاني اللي هو حاجة اسمها anti-acid drugs. They are used to treat the heart burning. Anti-acid اسمها من اسمها يعني ضد الأحماض أو الحمض اللي تفرز فيه المعدة. فيستخدم في حالات الجاسترايتس، في حالات الانديجينيشن يعني ما عندهاش صعوبة في الهضم، او عند في حالات البيبتيك ألسر، في حالات التقرحات، ومن اشهرهم الانتي اسيد اللي هو الجيفسكون، اللي هو هذه من اشهر الادويه الجيفسكون. كذلك النوع الثاني من الانتي اسيد او من الانواع اللي تشتغل ضد بما يعرف بالميبرازول، هذا العائله بتاعه اللي هو بروتون بامب بلوكر، ديكريز الاتش سي ال ريليز ان ذا ستومك. الميبرازول طبعا هذا بما يعرف بعامية الناس شنو المغلف. هل طبيب الأسنان ممكن يوصفه؟ ممكن يوصفه. علاش؟ كيف؟ مثلا شخص حتى الأنتيبيوتك ما يتحملاش، ممكن توصف له الميبرازول قبل نص ساعة من أخذه للأنتيبيوتك، وانت مضطر انك انت تعطي الأنتيبيوتك أورالي، وبالتالي يعتبر مغلف. والسايد افكت متاعه في حالة انت استخدمتها شورت بيريد بس يعني مدة أسبوع 10 أيام، السايد افكت متاعه بإذن الله تعالى هتكون نل، صفر. يعني الميبرازول اللي هو طبعا جرعاتها متاعها زي ما نعرفه في منها 20 وفي منها 40، هذا يعتبر العائلة متاعها. لو انك انت تسمع به ما تعرفش العائلة متاعها، العائلة متاعها بروتون بامب بلوكر، يعني يشتغل عليه ينقص ال HCL ريليز من الستومك. قلت لك هذا بما يعرف بالمغلف، تسمع الناس يقول كي ناخذ في المغلف، هو هذا الدواء اسمه المغلف بلغة الشارع. To treat certain conditions, they have too much acid in the stomach. They use it to treat the gastric and duodenal ulcer في حالات التقرحات الموجودة في الاثنى عشر وكذلك في المعدة، في حالات الجاسترو سوفيجيال ريفلكس ديسيز يستخدم كذلك في الميبرازول. نختم بذلك محاضرتنا أو المحاضرات كلها بصفة عامة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الامتحان. أقرأ كويس، فيها أكمل، فيه true and false، يجب التركيز، أرجوكم التركيز، ما نبيش أخطاء قاتلة، وإن شاء الله نتلاقوا في الامتحان ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.